عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. حنا تاع الاتحادية وين نشكاو بالقناة الهداف، انا الله يسهل عليهم بيناتهم وكلش، وين دعت السلطة ضبط السمع البصري يوم الأحد قناة الهداف تي في إلى تقيد بمناقشة المواضيع الرياضية في إطارها المهني لا غير، والالتزام بالموضوعية في إدارة حوارات. وأكد البيان للسلطة أن هذه الأخير استدعت مسؤولين قناة الهداف وقدمت لهم ملاحظاتهم حول البرنامج، يعني تعب المكشوف، تعب المتمثلة في مناقشة مواضيع غياب فيها أطراف آخر، بالإضافة إلى أنها سجلت رواد عبارات التجريح والإساءة لأشخاص، وذلك على خلفية شكاوي تقدم بها الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتاريخ 3 فبراير، والتي تتهم فيها قناة الهداف تي في بشن حملة يعني على أشخاص في الاتحادية. احنا صح، معلش هنا صح صح، هذا السمع البصري 2015 2016 2017 2018 2018 نديروها حتى اللي دينا كاس افريقيا الناس حبست شويه. اين كانت هذا الناس تاع السمع البصري مسؤولين هذه، اين كانوا؟ ميكونا ندو زيد، مشي قناة الهداف راه يدير تجريح، راهم قنوات. هذاك مصطفى بعزوزي كيخرج وخرج يعاير ويقول باللي هذا الشعب مخلفات الاستعمار الفرنسي، يعني هذه ما شتوهاش. كي يخرج واحد مراسل في قناة نهار ويتهم ويعاير عائلات، ويتهم شناها كيفاش اتهم قرباج وجبد حتى بنت قرباج، يتهموا في السيد الحاج محمد براورابا بانه كان فقير ومي خرج من الاتحادية خرج غاني. يعني اين هذ الناس كي تغيظهم على صوالحهم، كي يجبدوا لهم على صوالحهم، كي يجبدوا لهم على الامور الخافية تاعهم؟ اين رئيس اتحادية كرة القدم عندما كانوا يقصفون في مبولحي، في محرز، في ماندي؟ أين كان هذا رئيس اتحادية؟ لماذا لم يتكلم ويقول لهم باللي لازم يدير بهم شكوى ويدير؟ علاش كان ساكت 2017 2018؟ علاه كان ساكت؟ علاه اليوم تحرك؟ تحرك لأن ناس قلعت، تحرك لخاطر الناس قلعت وكشف الحقائق، هذه هي التحرك تاعهم. هذه صعدة تاع مسؤول السلطة تاع السمع البصري، اي كنتو نتوما؟ على ما تعيطوش قناة الهداف ولا قناة الحياة وتقولوا لهم يا جماعة كيفاش هذا مصطفى معزوز يدور ويعاير في الناس؟ هذا ماشي تجريح، عاير الشعب. قال لهم وانتم تعرفوا الانتماء تاعو وتعرفوا المقصد تاعو كي عاير في الشعب، باش يكون على بالكم، راكم عارفين شتا كاين هذا مصطفى معزوز يتكلم بالعنصرية. هذا اللي قالوا فلسطين ماهيش مظلومه نورمالمون، كاع ما يبانش هذا في التلفزيون، نورمالمون ما يبانش. انا اليوم سعاد انتم قلتوا الهداف احنا رانا نعايروكم صح، بصح لازم كاع الناس ماشي فئه، ماشي احنا نسكتوا وانتم ما ديروا ريانكم ليا، لازم كاع الناس تسكت. هذه باش يكون على بالكم، يعني دروك حنا قناة الهداف ويكماصاو يهضروا دايرين حملة ضد هذه الاتحادية، يعني راحوا حطوا بهم شكوى، يعني وسموها حملة تمس بشخص رئيس اتحادية وكذلك أعضائه. بصح حنا عندنا فانيك
وين 2019 مارس 2019 وين رئيس الاتحاديه وين قال لهم هذو لم يتكلموا علينا اعداء الوطن. كيفاش في الليل واحد رفيق تكلم وكشف حقائق بالقوانين راح لدارو صباح مين صاب اللوطو تاعو محروقه مدقدقه. كيفاش تتهدر؟ تهدر الحقيقه اللوطو تهرس، تهدر الحقيقه يجروك الحبس. كيفاه؟ اين هذا السلطه تاع السمع البصري؟ وين كنتو تو؟ وين كنتو؟ وين كنتو من 2015 وروح وين كنتو؟ وين هذه تاع السمع البصري هذه؟ رئيس اتحاديه معاقب في 2018 ما كاش اللي يتجرأ وتكلم على ما تقولوش تكلموا ما كاش على بالكم تكذبوا على الشعب ما كاش على بالكم. فيش اليوم تحركتوا؟ كيفاش كانوا يعايروا في محرز؟ كيفاش كانوا يعايروا يشكوا في الوطنيه تاعهم؟ علاش ما تزغدوش؟ قصدتوا قصغتوا أهبتي. الله يجيب الحظ والسلامة برك هذا المكان. وأوضح ذات مصدر أن مسؤولي قناة اعترفوا بالخطأ الذي ورد بخصوص تجريح، مؤكدين بخصوص ما جاء في حصة من نقاش أن الأبواب القناة كعادتها مفتوحة للرد على أي طرح كان، وفي إطار مرافقتهم عن كثب لمشهد الإعلامي الجزائري وما يعيشه من تحديات اغتنمت ذات هيئة فرصة للتنويه بالدور الذي تتطلع به بعض الوسائل الإعلامية في تقديم خدمات عمومية لتنوير الرأي العام. ما خصناش الرأي تاعكم، ما خصنا تنوير، ما خصنا والو، خصناش تنوير. جيبونا بيدو بابيدو لاليدو كاليدو، جيبونا التلفزيون، جيبونا تنشروا الفساد تاعكم يمكن له. أنا أقولها لكم. ورفضت بمناسبة استعمال مفردات عن غير لائقة كالتي وردت في حصة بالمكشوف وهي حق رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في حق رئيس. وعادت السلطة في ختم بيانها قناة على التقييد بمناقشات المواضيع الرياضية في إطارها المهني لا غير، داعية إلى واجب التحلي بالمسؤولية وضبط مصطلحات في البلاطوهات مع حرصها كل الحرص على احترام أخلاقية المهنة والتزام بموضوعية في إدارة حوارات وعند أي معالجة إعلامية كانت. حنا ماذا بينا كو سمعنا هذه الهضرة نهار اللي يشكوا في الوطنية تاع اللاعبين مغتربين. هذه كاينة ما كانش نورمالمون كون فماك زغدتو نورمالمون كون تكلمتو فانيك طريقة الطرح تاع مصطفى معزوزي مي قالهم بلي هذا الشعب حركي. يعني زعما تهدر تقول بلي زاتشي راه مخسر منا، ايا انت تولي تبان له بلي خائن وحركي وعملاء ومخلفات استعمار وكلش. هذا شوف كيفاش على بالك مخلفات استعمار راه اهانة تسمى. هذا غير مرغوب فيه. وين اهان الشعب الجزائري تما كلي شغل الشعب الجزائري لاقيط. هذا بنادم هذا على ما تخرجوش تهدروها هدرها في كانجور. نتوما خرج دافع غير على روحه بصح طالق ناس مليها يعايروا الشعب يعايروا الصحافه يعايروا الناس اللي هدروا الحقيقه. هو منا دافع على روحه بصح مليها اش تدير طالق ناس وشاهدناهم كيفاش طالقهم. هذه هي هذه لازم نروحوا لها. زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي راسها يعني باش هكذا، ولكني نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تيار. زاتشي يدي 1000 هكتار لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تيار. زاتشي يدي 1000 هكتار زاتشي يدي 1000 هكتار زاتشي يدي 1000 هكتار زاتشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار
في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وأم الزبوش، الرشة وأم الزبوش. الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم وين يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي الأرض، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.